السلام عليكم. على أروقة مجلس الأمن قدم ولد الشيخ إحاطته مجدداً. في مجملها تتعلق بتفاصيل من بينها المحادثات السياسية وكذلك الوضع الإنساني في بلادنا، دون ما تأكيدات على جدية المسار السياسي ومستقبل المحادثات. فيما يتعلق بتحديد موقف من الأطراف ونقل الصورة عن الواقع المعمول بشقيه السياسي والعسكري، بدأ المبعوث بالتنويه من خلال إحاطته على أن تشكيل الحوثيين وصالح حكومة في صنعاء يقوض مسار السلام، دون ما أي إشارة إلى ضرورة أن يتخذ المجلس الأمن موقفا إزاء مثل هذا التصرف. التطرق إلى الوضع الإنساني كان حاضرا بشكل مكثف، من بينها حديث عن ضرورة فتح مطار صنعاء وارتفاع معدل الفقر وضرورة تسهيل صرف الرواتب ومناشدة الجهات الدولية بإرسال العملة الصعبة لتسهيل السيران. أما على صعيد الرسائل السياسية الموجهة للشرعية، كان أبرزها ما جاء على لسانه على أن انتقاد الرئيس هادي المتواصل للمقترحات من دون القبول بمناقشتها لتعديل بنودها يقوض الثقة بمسار السلام. تأتي إحاطة ولد الشيخ بعد أيام من إصدار لجنة العقوبات تقريرها الذي أشار إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور الرئيس يلعبه خالد نجل الرئيس المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد. وهنا نتساءل، ما مصير المحادثات السياسية التي يتحدث عنها ولد الشيخ في ظل واقع عسكري يتغير كل يوم؟ بالمقابل، هل باتت لجنة العقوبات تدرك شبكة صالح المالية وغسيل الأموال التي يقوم بها أقاربه؟ مشاهدينا، نناقش ذلك في المساء اليمني لهذا اليوم مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عادل مسني الباحث في العلاقات الدولية، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عادل. أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. إحاطة ولد الشيخ نناقشها هذا المساء، ما إذا كانت تحركات جادة أم مجرد يعني أحاديث سياسية روتينية ربما اعتاد عليها؟ نذهب بداية لمناقشة هذا التقرير أو لمشاهدة هذا التقرير. أخيرا تصعيدا كالقابض على جمرة السلام، يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الاحتفاظ بموقع مبادرته وحضورها في حل الأزمة اليمنية. فعبر إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، يؤكد ولد الشيخ على أن السلام هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة التي تعصف باليمن. خطاب المبعوث الأممي عقب زيارته لعدن وصنعاء، مطالبا بوقف الأعمال القتالية كخطوة أولى تمثل ركيزة صلبة للتباحث بالحل السياسي الشامل بحسب قوله. غير أن نقده السياسي للشرعية والرئاسة اليمنية وتقاعس الانقلابيين أمام خطته يؤكد أن مواقف الأطراف على الأرض تشير إلى فقدانها الرجاء في حل يأتي من جعبة المبعوث الأممي. موقف الرئيس هادي المتواصل من المقترحات الأممية بحسب الإحاطة لا يحمل إلا دلالة واحدة، هي أنه لم تعد هناك جدوى أو ثقة حقيقية بنجاح المشاورات، خصوصا مع حملة الانتقادات التي طالت خارطة السلام الأخيرة التي ينظر إليها مراقبون باعتبارها أبعد ما تكون عن السلام الذي ينشده اليمنيون. الإحاطة حملت تحذيرات من خطورة القرارات الأحادية التي يقوم بها الانقلابيون، خصوصا ما يتعلق بتشكيل حكومة في صنعاء، الأمر الذي من شأنه تقويض مسار السلام. ولا شك أن قرار أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بإنشاء حكومة موازية تابعة للمجلس السياسي الأعلى يضع عراقيل إضافية لمسار السلام ويؤثر سلبا على عامل الثقة بين الأطراف. مضامين سياسية وأخرى إنسانية كانت حاضرة في إحاطة ولد الشيخ، التي حملت أيضا تحذيرا جديدا إزاء ما يشهده اليمن من تراجع مستمر على الصعيدين الاقتصادي والإنساني. فبحسب المنظمات الإنسانية هناك 18.8 مليون مواطن ومواطنة بحاجة لمساعدات إنسانية. ثلاث جولات تفاوضية لم تسفر عن شيء، ويتوقع أن تعزز برابعة في الأردن لعل فيها يجد اليمنيون حلا سياسيا لأزمتهم الراهنة، ولو أن الآمال لا تزال ضعيفة حيال ذلك، خصوصا مع ارتفاع صوت السلاح المتصاعد في الجبهات. إذا مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيبي بكم وبضيفي هنا في الاستوديو دكتور عادل. دكتور عادل، هذه إحاطة جديدة لولد الشيخ، برأيك هل جاءت بجديد أم أنه مجرد استهلاك إعلامي؟ أعتقد أنه ليس هناك جديد في طرح ولد الشيخ، هي امتداد لمبادراته السابقة ولأيضا
مبادرة كيري، أعتقد أنه لم يبتعد كثيرا عما طرحه كيري، لا زال يدور حول نفس الدائرة المغلقة رغم التحولات الكبيرة على المشهد الدولي وعلى المشهد أيضا الداخلي في اليمن. هو يغفل تماما عودة الشرعية وأيضا صرفها للمعاشات والرواتب وأيضا العملية العسكرية الواسعة واستعادة الأرض بدون الحاجة أيضا إلى مبادرة كيري. الآن أعتقد أنه العملية العسكرية استعادت المخا وهي تسير في التضييق أيضا على الحديدة، الميناء الرئيس للإنقلاب وخنقه من طريق المخا وأيضا الميدي وحرض. هناك انتصارات جبارة تتحقق على الأرض، وهناك أيضا تدشين كبير لخطوات جبارة وقفزات هائلة على مستوى أيضا معالجة الملف الإنساني من خلال أيضا صرف المعاشات. التعلق بالنتائج كما يشير والد الشيخ والتركيز على الفقر والحالة الإنسانية وإغفال تماما الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة الإنسانية واستفزاز كبير، على اعتبار أن الإنقلاب هو من أدرج اليمن بهذه الحالة وهو من أحدث هذا الفقر وهذا التغول في مؤسسة الدولة وتقويض الدولة. وماذا كان ينتظر إذا مثلا حدث ميليشيات تسيطر على مؤسسة الدولة وتقوض الدولة أن يحل السلام ويفترض أن الأسباب الرخاء. قد نوقشت، يعني أسباب ما حدث أنها نوقشت أو عولجت بالقرار الأممي الذي لم يتم تطبيقه؟ أعتقد أن الشرعية الآن تجسد هذا المسار وهي تحقق الآن تنفيذ القرار الدولي بشكل عملي الآن. الشرعية الآن عادت إلى الوطن وهي مختلفة تماما عما كانت عليه في الأمس حيث كان القرار الدولي وكانت هذه المبادرات حيث كانت في المنفى. الآن الحكومة في الداخل، الآن الحكومة تحقق انتصارات كبيرة في طريق استعادة مؤسسة الدولة واستعادة الأرض والجغرافية اليمنية. الآن هناك انتصارات كبيرة جدا في الساحل الغربي وعودة المخا، وقلنا أيضا ميدي وحرض أيضا، وهي الآن تتقدم من طرفين متقابلين باتجاه أيضا السيطرة على الحديدة وخنق الانقلاب في هذه المنافذ المهمة وقطع علاقته أيضا بإيران وأيضا السيطرة على منافذ تهريب الأسلحة. هناك تطورات كبيرة جدا. نعم، لكنه أشار بسلبية لهذه التطورات حيث أشار إلى أن الطرفين يتحدثان عن تقدم عسكري وهذا يعني يؤدي إلى بعد الحل السياسي. أعتقد أنه والد الشيخ يعيش أزمة حقيقية إذ لا زال يراوح مكانه رغم هذه التطورات الكبيرة على المشهد اليمني قلنا، ورغم أيضا التغيرات الكبيرة على المشهد الدولي. هناك إدارة جديدة في المشهد الأمريكي، هناك تقارب روسي تركي، هناك أيضا القرار لترامب يقول بأنه سيعيد عملية بناء العلاقات مع روسيا. هناك تغيرات على المشهد الدولي، أيضا ذهاب كيري عن المشهد الذي كان ينشرع تماما للانقلاب والذي أيضا كان يضغط باتجاه أيضا شرعنة الانقلاب. أعتقد أن هناك تطورات على المشهد الدولي وعلى المشهد المحلي. هناك قلنا انبثاق هذه العملية العسكرية الواسعة والتي أخذت زمام المبادرة وبدأت تستعيد الأرض والجغرافية، وهو ما ينص عليه القرار 2216 بعد ما استيأست تماما من هذه المبادرات ووصلت إلى قناعة تماما وانعدام للثقة تماما بالقرارات بالدور والد الشيخ قبله بن عمر، وبدأت تدشن هذه العملية الواسعة الكبيرة وهي الآن تستعيد الجغرافية. نعم، في خضم هذا التحول الكبير تأتي هذه. نعم الدكتور عادل، اسمح لنا أن ننضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ خالد اليمني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة من نيويورك. مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور. أهلا بك معنا في المساء اليمني دكتور أستاذ خالد. عفوا، إحاطة لولد الشيخ وكلمة لكم أيضا في مجلس الأمن، كيف تعلق على الإحاطة هذه المرة التي قدمها ولد الشيخ؟ بمعزل عن ما سمعتم في الإحاطة، الإحاطة تلخص في قول السيد ولد الشيخ أحمد أن الطرف الانقلابي حتى الآن رفض الالتزام بتقديم حتى وإن أبدى يعني مزايدة في قبول خطة كيري المدعومة. نعم. إلا أنه رفض تنفيذ الشق الأمني فيها عندما عرض عليه السيد ولد الشيخ أحمد تقديم تطورات الانسحاب وتسليم الأسلحة والخروج من المدن. طرف الانقلاب يستخدم المبادرة الدولية لابتزاز السياسي. نحن قلنا في الحكومة اليمنية لا نقبل بخارطة كيري، وقدمنا ورقة واضحة جدا في انتقادنا الواضح لخارطة الطريق التي قدمها كيري. نحن لا نخفي مواقفنا، موقفنا واضح بالشرعية. نحن لا يمكننا أن نقبل إلا بدفن الانقلاب.
عدا عن هذا القرار 2216 رغم كل ما يقال عنه انه يعني قرار مكحف وانه قرار ربما يقول البعض انه قرار غير متوازن لا يمكن تطبيقه، نحن نقول باختصار شديد القرار 2216 يعني دفن الانقلاب. دون دفن الانقلاب لا يمكن باقل من ذلك ان نحيد قيد انمله. الانقلاب لكن ينبغي ان ينتهي ويذهب الانقلابيون الى مزبله التاريخ. فنحن لم نقل حتى اليوم بان الطرف انصار الله، ولم نقل ان الجماعات المتشدده من المؤتمر الشعبي العام المناصره للرئيس السابق اننا ضدهم، نقول هم جزء من التركيبه السياسيه للحياه السياسيه والمجتمعيه، هم جزء من مخرجات الحوار الوطني، وهم جزء من العمليه السياسيه ومن النخب السياسيه. عندما يدفن الانقلاب وتعود الشرعيه بكامل صفاتها يتم حينها الشروع بتنفيذ ما تبقى من المبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه، ونقصد بذلك تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هناك دستور جاهز يقدم للنقاش والاستفتاء ونستمر في اجراء الانتخابات العامه. عدا عن هذا لن يقدم رئيس الجمهوريه اي ترد. نعم، لكن استاذ خالد يعني كيف يتم فقط من ذهب بصالح الانقلاب؟ موقفكم واضح أستاذ خالد، موقف الشرعية واضح، موقف الانقلاب أيضا واضح، وأظن أن المجتمع الدولي بات يعرف من هو المعرقل الحقيقي. لكن السؤال، لما يتم الحديث إذن عن يعني مبادرة جديدة؟ سيتم الجلوس مرة أخرى لطاولة الحوار التي يعني لاحظنا المبادرة السابقة لم تقدم شيء؟ لا، نحن حسب الاتفاق الذي تم بين فخامة رئيس الجمهورية وإسماعيل بن شيخ أحمد في الاجتماع الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن في 16 من شهر يناير الجاري، تم الاتفاق أن نتجاوز مرحلة خارطة الطريق، نتم القفز عليها. انتهت مع نهاية إدارة أوباما ووصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض. الآن الأفكار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع أن يقدم الشيخ أحمد أفكار جديدة ورؤى جديدة وخطة جديدة للسلام تنطلق من ما حققناه في الكويت. كنا نتحدث أختي العزيزة في الكويت عن تنفيذ الشق الأمني ووقعنا الجزء الأمني والعسكري من الاتفاق ورفض الطرف الانقلابي. كان الطرف الانقلابي يتحدث عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية. لا، نحن بصدد الآن البحث عن مخرجات الكويت واستمرار ومواصلة خط المفاوضات الذي بدأناها معا في جنيف وفي بيل وفي الكويت. نحن مع خطة الأمم المتحدة ومع عمل الأمم المتحدة، لا نقبل بتدخلات أي طرف لفرض أي مخارج لا تنتهي إلى 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 دفن الانقلاب. الانقلاب ينبغي أن يدفن، مشروع إيران في اليمن ينبغي أن ينتهي، ويبقى الحل أمامنا نحن اليمني. هناك حل معروض على الطاولة، هل يقبل به الطرف الانقلابي؟ الرئيس هادي مستعد للدخول في هذا الحل اليوم قبل غد. إذا أرادوا الحل طريق السلام واضح لا أوضح منه، إن أرادوا الاعتماد على مبدأ الاستقواء والحق الإلهي سينتهي بهم التاريخ إلى المقابر. شعبنا اليمني اتخذ قراره سيقاتل في كل الجبهات حتى يدفن هذا المشروع. وحتى نحن اليوم في صعدة نقترب من الكهوف والمغارات التي يعيش فيها هذا الدعي، سنأتي إليه وندفنه إلى مقبرة التاريخ. الحاقد الرئيس السابق سيدفع ثمنا غاليا لهذه السياسة. نحن حققنا نتيجتي في لجنة العقوبات فرش طويل للأرصدة والموارد الهائلة التي يجمعها وجمعها علي عبد الله صالح من قوة الشعب اليمني. نحن الآن نمسك بخيوط قوية وفقا للقانون الدولي بكل الموارد، غالبية الموارد التي تتوفر لديه وهي مليارات ليست قليل، وسنعمل على استعادتها لصالح إعادة إعمار اليمن إن شاء الله. نعم أستاذ خالد، يعني في ظل كشف يعني من خلال لجنة العقوبات كل هذه الأرصدة التي تتحدث عنها، في ظل يعني الوضوح التام للمسبب الرئيسي في عرقلة إتمام المفاوضات والحل السياسي، يعني مسار سياسي يتم الحديث عنه من طرف ولد الشيخ رغم كل هذه التجاوزات وهذه يعني عدم الانسياق حول الحل السياسي فعليا، إلى ماذا يشير برأيك؟
نحن أختي العزيزة سنستمر في رفع راية السلام. واجبنا الإخلاقي تجاه شعبنا اليمني وتجاه معاناة شعبنا اليمني في كل اليمن، ليس في منطقة معينة. نحن عندما نتكلم عن تعز لأننا نريد أن نقول أن هناك معاناة في تعز، عندما نتكلم عن صنعاء نعرف أن شعبنا واقع تحت في سجن كبير في تحت سيطرة الإنقلابيين وتمارس ضدهم العنف. أنت تعرفي أنه غالبية المعتقلين في صنعاء وفي دمار وفي كل المناطق إنما هم الناشطين من أبناء تعز ومثقفيها وأكاديميها، وهؤلاء نرفع دائما رأسنا عاليا بهم لأنهم شرف لنا وكرامة اليمنيين يحفظوها هؤلاء المعتقلين. هناك 4414 معتقل في سجون الإنقلابيين، سنعمل ليل نهار من أجل إخراجهم، سنعمل في الجبهة الدبلوماسية حتى آخر قطرة من دمنا، ولن نهزم إن شاء الله طالما معنا هذا الشعب العظيم وطالما هذه الجبهات تتفجر يوما وراء يوم، تفجر حياة الإنقلابيين وتنهي هذا الكأبوس قريبا إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ الدكتور عادل. دكتور، يعني استمعت لحديث الأستاذ خالد، رؤية الحكومة واضحة، كل هذه المكونات يجدون أنها جزء من العملية السياسية القادمة بشرط دفن الانقلاب ومسبباته وأيضا نتائجه. بهذا الشكل أستاذ، يعني أيضا هناك حديث عن في الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ أن تشكيل حكومة انقلاب في صنعاء تقويض لعملية السلام، ما الذي يحمل هذا التأكيد في ظل أيضا إصرار الحكومة على موقفها؟ أعتقد أنه كل المبادرات التي جاءت كانت بناء على سياسة على الأمر الواقع الذي فرضها الانقلاب. الآن الأمر الواقع تغير، سياسة الأمر الواقع تتغير بشكل كامل، الشرعية تعود إلى اليمن وأيضا تحقق انتصارات كبيرة، تستعيد أغلب الأرض. الآن هي على تخوم صنعاء وصعداء وتستعيد الشريط الساحلي بشكل كامل وتسيطر وتعزز قبضة الدولة من الملاحة البحرية في باب المندب وغيرها على السواحل اليمنية. هناك تغير كامل لمشهد الجغرافية واستعادة الأرض اليمنية لصالح الشرعية. أعتقد أنه سياسة الأمر الواقع التي جاءت على إثرها وبنيت عليها هذه المبادرات الآن تتغير بشكل كبير وبشكل ملحوظ لصالح الشرعية التي تدعمها أيضا مرجعيات وإرادة الشعب اليمني التي عبرت عنها بعد إثر ثورة عارمة هي ثورة فبراير التي أخرجت المقلوب وجسدت خيار الشعب اليمني من خلال انتخاب عبد الرب منصور، وهناك مرجعيات خليجية ودولية تنص على هذا الخيار. أعتقد أنه هناك تغير كبير في هذا المشهد، ينبغي على ولد الشيخ وعلى القرارات والمرجعيات الدولية أن تتماهى مع هذا التطور الكبير في المشهد اليمني. أعتقد أنه الانقلاب الآن يحتضر وهو في ساعته الأخيرة، هو يعيش ضائقة نفسية ناهيك عن الكوارث الكبيرة التي قلبها للشعب اليمني، من هذه المقازي والفضائح التي تظهر الآن من خلال غسيل الأموال، وهي ليست بجديد، هي مسلمات لدى الشعب اليمني، ويدرك تماما من خلال حقبة صالح التي قضاها في النهب، التجربة الكبيرة خلال فترة صالح التي قضاها في النهب والسلب وصلت حد 60 مليار، وهي لا زالت على نفس النهج من النهب والسلب والاستيلاء رغم الضرب الحرق التي يعيش فيه الشعب اليمني. طيب إذن أستاذ الدكتور عادل، يعني برأيك هل كان من الضرورة أن يشير ولد الشيخ إلى يعني القيام بأي إجراء ضد الميليشيا التي تعرقل هذه الحلول السياسية؟ يعني لا يمكن أن يظل أو أن تستمر يعني المفاوضات هكذا دون أن يتخذ إجراء حقيقي أمام المعرقل؟ أعتقد أنه الإجراء الحقيقي ينبغي أن يتم من خلال الشرعية، وهي الآن تصدر هذا الإجراء من خلال هذا التحول الكبير ومن خلال أيضا الدفع بشكل جدي في استعادة الأرض، وهي الآن تحقق انتصارات كبيرة وجدية على كل الجبهات، وهذا هو الضامن الحقيقي لاستعادة الدولة. الانقلاب ليست لديه نية وليست هناك ثقة في الطرف الانقلابي، وقد خاضت شرعية مبادرات كثيرة جدا ومفاوضات كثيرة مع هذا الانقلاب لكنها لم تصل إلى نتيجة مع تصلب الانقلاب، وبالتالي اندفعت إلى هذا الخيار وهو خيار استعادة الأرض بالقوة على اعتبار أن هناك مرجعية وهناك شرعية، وبالتالي ينبغي، والمرجعية تؤكد أيضا دور هذه الشرعية في استعادة حقها وأن ما يحصل في اليمن وتشخيصه بأنه انقلاب، وبالتالي تتحرك في هذا الإطار الشرعي، وهي الآن تحقق انتصارات كبيرة وهي الضامن الحقيقي للسلام. أعتقد أن السلام التي يتكلم عنه ولد الشيخ هو مفرغ تماما من محتواه، وهو
تماما يحاول شرعنة الانقلاب، لا يوجد تغير كبير في خارطة ولد الشيخ عن سابقية، وعن أيضا مبادرة كيري لا زال يدور حول نفس الدائرة المغلقة. الانتصارات الكبيرة وهذا التحول الكبير في المشهد اليمني ليست في صلب هذه المبادرات. أعتقد أنه السير في طريق الحسم العسكري هو الحل وهو الضامن لتحقيق السلام في اليمن. نعم، إذا اسمح لنا دكتور عادل أنت وسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني أنت تحدثت أنه كان يفترض على ولد الشيخ أن يتماهى مع الانتصار العسكري الذي يعني قامت به الشرعية. برأيك التقليل من أهمية المسار العسكري ما الذي يعكسه برأيك؟ شرعنا كاملة للانقلاب، ليست فقط المسار العسكري وهو ظاهرة بارزة كبيرة في المشهد اليمني، وهي حققت انتصارات كبيرة، استعادت الجزء الأكبر من الأرض اليمن. ليس فقط هذا إغفال هذا الجانب المهم في المشهد اليمني، ولكن أيضا العملية الاقتصادية من خلال أيضا صرف المعاشات وسحب البساط من تحت الانقلاب، وأيضا تبني هذا الجانب المهم الذي يلامس حاجة الشعب اليمني. الجانب الأكثر أهمية وهي عودة الشرعية لتقود هذه المسار صارت مكتملة من الأرض اليمنية وليست من المنفى. هذه تحولات كبيرة وهامة تغير تماما من خارطة مشهد الصراع في اليمن. كان ينبغي الإشارة إلى هذه التحولات الكبيرة في المشهد اليمني. أغفل كل هذه الانتصارات ولا زال يعزف على نفس الأسطوانة المشروخة القديمة، طرفي النزاع وأيضا السير في عملية السلام. نعم، أعود إليك عند هذه النقطة دكتور عادل، لكن اسمح لنا ينضم أيضا معنا الأستاذ أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن في واشنطن عبر الهاتف من واشنطن. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، مرحبا سعادة السفير. لو بدأنا معك بالسؤال عن الإحاطة وما حملتها من مضامين، كيف قرأتموها أنتم في الشرعية؟ أنا أعتقد أنه يعني الكلمة الضافية أو البيان الذي ألقاه الزميل السفير خالد اليماني والذي عبر عن موقف الحكومة اليمنية كان واضح جدا في الرد على عدد من الغلطات التي وردت في الإحاطة. أنا أعتقد أن الإحاطة كانت متخلفة عن قراءة الواقع عند الكثير من المستجدات في أوجه عدة، سواء في شكلها الاقتصادي أو في السياسي أو في حتى العسكري، تطورات الأرض في الميدان. يعني أنا أعتقد المبعوث الخاص حاول أن يبدو يعني محايدا بشكل أو بآخر، فحرص أن يلقي باللوم على طرفي ما يسميهم بطرفي النزاع، لكننا أعتقد ونحن نعتقد أن هذا مخالف لطبيعة الأجندة التي بموجبها كلف معالجة الملف اليمنية التي أنشئت بموجب القرار 2016 الذي يتحدث بوضوح حول إظهار كافة مظاهر الانقلاب واستعادة الدولة ثم عودة العملية السياسية. أنا أعتقد أنه الموقف اليمني واضح جدا من حيث أنه يؤكد على ضرورة الحل السياسي والعودة للعملية السياسية، لكن هناك اشتراطات رئيسية قبلية يجب أن تتم. أولها إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، تسليم السلاح والانسحاب من المدن، وغير ذلك من المواد السبعة التي ذكرت في مقدمة القرار 2016. نعم دكتور أحمد، يعني أشار ولد الشيخ أن تشكيل حكومة من قبل تحالف الانقلاب هو يقوض مسار السلام، ولكنه يعني لم يتطرق إلى ضرورة يعني اتخاذ أي إجراءات نحو هذه الخطوات التي تقوم بها الميليشيا أو تحالف الانقلاب. لم يتطرق إلى أيضا أن يعني أنهم دائما هم المعرقلون، فبالتالي يفترض أن يوضع لهم حد. والله انا اعتقد لا اعلم ان استمعتم الى مقابله المبعوث الخاص في الحدث يوم امس، وانا اعتقد انه ما قيل فيها هو اخطر مما قيل في الاحاطه عندما فصل رؤيته السياسيه لكيفيه معالجه الوضع في اليمن. انا اعتقد انه هناك في خلل في قراءه الفريق الاممي لطبيعه المشكله في اليمن وعدم ادراك كامل لطبيعه المشكله والتجارب السابقه التي خضناها جميعا كقوى سياسيه، يعني كحكومه وقوى سياسيه ونخب سياسيه يمنيه بمعيه الامم المتحده واشراف من المجتمع الدولي. يطرح كثير من الافكار التي سبق ان طرحت، سبق يعني ما يقدم الان يغفل تماما تجربتنا في اتفاق السلم والشراكه، يغفل تماما تجربتنا في تشكيل حكومه وحده
وطنية بضغط من الأمن الانقلابيين، بل تحت رماحهم يخفل تماما كثير من التنازلات التي نطالب بها اليوم والتي سبق وأن قدمت على طبق من فضة ثم تم الانقلاب عليها كليا. أنا أعتقد أن هناك يعني إخفال لهذه الحقائق بشكل كبير، حتى طبيعة الضغوط والتسوية التي يعني فرضت علينا في مراحل سابقة أعتقد لا يمكن بالمطلق أن يتم القبول بها الآن، أخذا بالاعتبار كل التطورات يعني في الشق السياسي أو الاقتصادي ويعني أو العسكري اليوم في 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 مختلف المجالات، واليوم كذلك يعني قرار رئيس الجمهورية بنقل مجلس النواب أنا أعتقد إلى العاصمة المؤقتة عدن. أنا أعتقد أن هناك يوميا هناك قرارات بالاتجاه الصحيح تعزز وتدعم موقف الشرعية، ترتبط أكثر وتقترب أكثر بالمواطن اليمني، قرار الحكومة اليمنية وتحملها المسؤولية في صرف رواتب كل اليمنيين حتى أولئك الخاضعين في مناطق سيطرة الحوثيين، أعتقد رسالة ضافية ورسالة قوية بمسؤولية هذه الحكومة وأنها تتصرف كحكومة وليست كميليشيا. الخطاب الأخير لعبد الملك الحوثي أنا أعتقد واضح تماماً أن هذه الجماعة هي في النزع الأخير، وأعتقد أنه مزيد من التماسك والثبات على المستوى الرسمي الذي يعزز ذلك هو طبعاً الصمود الشعبي ويعزز ذلك هو تضحية أبطالنا في الأرض، والذي يعزز ذلك كذلك صبر أهلنا. يعني بالنهاية الحرب هي يعني شيء مؤلم، لكن أنا أعتقد حجم التضحيات هذه يجب أن يوازيها مواقف قوية من قبل الحكومة وكل من خمس سياسية. نعم سعادة السفير، يعني بعد هذه الإحاطة برأيك هل نحن أمام مسار سياسي مختلف أم أن تعنت تحالف الانقلاب وعدم القبول بالحلول السياسية ربما سيرجح الحلول العسكرية؟ والله نحن دائما يعني الخيار العسكري لم يكن خيارنا بالمطلق، حتى هذه الحرب لم نكن أصحاب الطلقة الأولى فيها، حتى ما يعرف بالتصعيد العسكري لم نكن يعني نحن دائما يعني يعني مدافعين ولسنا مهاجمين في كثير من المواقف. يعني رؤيتنا وطرحنا دائما ان احنا حتى يعني في 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 العمل العسكري نؤكد على على على, على السلام، وانا اؤكد انه خلال يعني حرفيا يمكن خلال الثمان اشهر الماضيه الشرعيه لم تفقد مربع متر واحد من الارض، هي دائما في تقدم، هي دائما في في في, في يعني في في صوب افضل، لكن مع ذلك لا يزال خيار السلام وخيار العوده للمشاورات هو خيارنا. لكن اي نوع من المفاوضات اي نوع من السلام، نحن نتكلم عن 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 عمليه سياسيه يعني تنهي مظاهر الانقلاب وتستعيد الدوله وفقا للمعطيات التي توافق عليها اليمنيين وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه التي تتكلم بشكل واضح عن ادانه الحوثيين بسيطرتهم على الدوله، تطالبهم بالاسم من 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 بالخروج من 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 كل المحافظات وكل المعسكرات وكل المواقع التي تم السطو عليها. القرارات الدوليه بالنص تذكر المخلوع وتذكر عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وابو الحاكم كمجرمين ومعاقبين دوليا. نحن ما نطالب لما نتكلم عن عمليه سياسيه، نتكلم عن عمليه سياسيه تستند الى يعني ثوابت الوطنيه والاقليميه وقرارات الشرعيه الدوليه التي هذه نصوصها، وبالتالي هذه المرجعيات التي نصر عليها دائما عندما نتحدث ان اي عوده للعمليه السياسيه يجب ان تستند الى المرجعيات الثلاث. نحن نتكلم عن فطرته هذه المرجعيات. نعم اذا شكرا جزيلا لك دكتور احمد عوض مبارك سفير اليمن في واشنطن، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. اعود اليك دكتور عادل، استمعت لحديث الاستاذ احمد، هو يجد ايضا ان ولد الشيخ حاول ان يكون محايدا ولكن هذا يفترض يعني انه لم يتم قراءه الواقع بما يجب عليه ان يكون، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا. نعم قلنا أغفل كثير من هذه التطورات في المشهد اليمني، وأعتقد أنه هذه السياسة التي تنتهجها الآن الشرعية من خلال الحسم العسكري والذي يعزز خيار السلام، وبالتالي المضي في هذا الخيار هو سيدفع أيضا باتجاه أيضا إقناع المجتمع الدولي بأيضا التعاطي مع هذه المتغيرات على الأرض. أعتقد أن المجتمع الدولي ومجلس السلام وولد الشيخ يضع نصب عينه هذه المتغيرات ولا يمكن أبدا على الإطلاق إغفالها
خاصة إذا تحقق السيطرة الكاملة على الحديدة وتحرير تعز. أعتقد أنها ستفرض على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يتعامل مع المتغيرات على الأرض ويتعامل أيضا مع الانتصارات الكبيرة في الميدان. هو تعاطى مع الحوثي على اعتبار فرض سياسة فرض الأمر الواقع التي فرضها في اليمن، وبالتالي هي تتغير بشكل كبير وتتآكل على كل المسارات. وبالتالي أعتقد أن هذه هي التي ستقنع المجتمع الدولي. المضي في هذا الخيار هو سيعزز من قناعة المجتمع الدولي باعتماد بالاعتراف بالشرعية بشكل كامل ومطلق، وبالتالي الدفع باتجاه أيضا التسوية بهذا الخصوص. نعم، برأيك يعني هل المأساة يعني هو تحدث أو قام بإفراد الجانب الإنساني أو أعطي مساحة واسعة وربط أيضا بالمسار السياسي، ما الذي يحمله هذا الأمر من دلالات؟ أعتقد أنه الآن الأمور واضحة جدا. قلنا فرض الأمر واقع الآن بدأ يتغير بشكل كبير، وبالتالي يقوض هذه المبادرات. الآن يعول على المسألة الإنسانية التي هي نتاج أيضا لهذه السياسة التي تغولت في مؤسسات الدولة وقوضت أيضا الشرعية، وبالتالي هي أنتجت هذا الخيار الكارثي، أنتجت هذه الأزمات المتصاعدة في أيضا السياسة التي ينتهجها الحوثي، ومنها هذا التقرير الذي يكشف تماما بكل وضوح عن سياسة صالح واستمراره في عملية النهب والسلب. وأيضا هناك طبقة كبيرة انتشر طفت على السطح من خلال هذا النهب المنظم ومن خلال سماسرة الحرب، وبالتالي هو السوق السوداء. نعم، ولكن يعني بالعكس يعني حديثك هذا ربما يعني يتناقض مع ما يمكن القول بأن فعلا أن تداعيات الحرب تؤدي إلى كل هذا، فألا يفترض أن تقف هذه الحرب حتى يعني يتم تلافي كل هذه الأمور السيئة بالنسبة للحياة الإنسانية؟ نعم، يجب أن تقف الحرب، ولكن على أساس أنه الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب يجب أن تعالج، يجب أن لا نتعلق بالنتائج. هناك أزمة وهناك كوارث وهناك فقر، هذه هي نتائج انقلاب قوض مؤسسات الدولة وبالتالي تغول ونهب كل موارد الدولة وحدث هذا. ما الذي ينتظر أيضا حينما تقوض الدولة ومؤسساتها؟ أن يحل السلام والرفاه في المجتمع، هذا نتيجة طبيعية لما يحصل أيضا ما يحصل الآن في اليمن نتيجة للانقلاب الذي أنهى كل شيء، وبالتالي هذا شيء طبيعي. ولمعالجة هذا وملامسة هذا الوتر الحساس ينبغي أيضا التطرق للأسباب التي أدت وليس التعلق بالنتائج. نعم، ولكن ألا يفترض أن يعني يتم حلول بعض يعني الكوارث الإنسانية ربما حتى وإن لم يعني يتم الحل أو حسم هذه الأسباب؟ يعني مثلا هناك من يتساءل معاناة الناس بسبب إغلاق مطار صنعاء، لما يتم إغلاقه رغم أنه كان يحدث تفتيش دائم للطائرات في مطار بيشة؟ نعلم أننا يعني إذا حدث أي سفر لأي يعني لقاءات أو مباحثات يتم تسفير الحوثيين على كفوف الراحة عبر عمان، ولا يتضرر في عمان عفوا، ولا يتضرر في نهاية الأمر إلا المواطن المسكين الذي لا يستطيع العلاج أو الدراسة أو مواصلة حياته بشكل طبيعي. أعتقد أن هناك الآن بدائل كثيرة خلقت في المجتمع اليمني مع هذا الانبثاق الكبير للعملية الواسعة العسكرية. هناك 5 مطارات الآن داخلية بديلة، ولكن يعني يعني الموضوع ليس إنساني حتى أحدثك بهذه التفاصيل. يعني تعرف مدى صعوبة السفر من صنعاء إلى سيئون أو إلى عدن لكبار السن للمرضى؟ يعني هناك تفاصيل ربما كان يفترض أن تقوم بها الشرعية لأجل المواطن بحكم أنها هي دولة وهي التي تتصرف يعني لأجل الإنسان. أنا لا أنتظر من الانقلاب، هو ملي عصابة يعني في نهاية الأمر عصابة مسلحة، لا أتوقع منها أن تهتم للناس، هي تهتم فقط كما تفضلت لكيف تنهب أكثر، كيف تخلق لها سوقا لممارسة يعني حربها بشكل مختلف. بلا شك الحكومة ستظل دورها مهما بذلت في هذا من جهود في هذا السياق قاصرة، على اعتبار أن هناك أيضا انقلاب يعرقل كل الخطوات أيضا في طريق أيضا حل الأزمات ومعاناة الناس. وبالتالي الانقلاب مسؤولية كاملة عن هذه الأزمات. الانقلاب أيضا يعرقل كل المساعدات الإنسانية التي تصل وينهبها أيضا بشكل ممنهج لرفع معاناة الشعب اليمني. وبالتالي في ظل هذه السياسة التعسفية التي يمارسها الانقلاب والتغطية الدولية لهذا التعسف أيضا سيجعل الإشكال قائم في اليمن. وبالتالي ترى الشرعية بأن الحسم العسكري هو الحل لكل هذه الإشكالات التي سببت هذه الكوارث، وبالتالي هي تندفع الآن بشكل جدي وفاعل في أكثر من اتجاه لتطهير الأرض والقضاء على هذه العصابة. لا يمكن أبدا التعامل والتعايش مع هذه العصابة، ولا يمكن لإنجاح أي عملية تخلص الشعب اليمني دون أيضا الحل النهائي لهذه المأساة التي تسبب بها الانقلاب.
انقلاب. نعم، ظهر في اللحظة أيضا حديث عن ربما تنسيق لدورة أخرى للمحادثات في عمان كما تحدث ولد الشيخ. برأيك يعني ما مصير المحادثات السياسية في ظل واقع عسكري يتغير كل يوم، في ظل تعنت ميليشيا عدم قبولها؟ يعني لا أعتقد أن هناك محادثات ستكون أطول من محادثة الكويت التي يعني للأسف باءت بفشل ذريع، يعني رغم أنه يتحدث أن هناك تقدمات وهناك تفاهمات ولكن الواقع يقول لا. ولد الشيخ يريد أن يضع العصا في طريق هذه الانتصارات الكبيرة، ويريد أن يصر أيضا على التسوية السلمية، وهو يدرك أن هذه التسوية أيضا فشلت في أكثر من محطة نتيجة لتصلب القوى الحوثية، وهناك أيضا نتيجة لهذا الفشل عمل آخر الآن وخيار آخر تسعى إليه دول التحالف والشرعية وتحقق انتصارات كبيرة جدا. يريد العودة إلى الوراء مع أن عقارب الساعة الآن قد سارت والأمور تدحرجت في اتجاه الحسم. الآن هناك قلنا تغير كبير في المشهد، هناك أيضا تطهير لكل المواقع التي كان أيضا يعول عليها الانقلاب في التزود بالأسلحة وقطع علاقته بالكامل بإيران. هناك سيطرة كاملة وتعزيز لقبضة التحالف والشرعية على الموانئ التي كان يعتمد عليها الانقلاب بشكل كبير. هناك خنق وسيستمر هذا عملية الخنق أيضا في طريق الحديدة، واعتقد أنها ستدفع باتجاه الحسم والحل العسكري. هناك نستطيع التكلم عن السلام. نعم. وعن تحقيق. طيب يعني إذا تم محادثات أخرى عادة ما يعني يصاحبها إيقاف لإطلاق النار أو هدنة كما يقال تلتزم بها الشرعية للأسف ولا يلتزم بها الطرف الآخر، هل هذه المرة إن حدثت وجلسوا على طاولة المباحثات هل ستتعلم الشرعية من الدرس وأن تستمر في سياقين يعني متصلين، جانب سياسي يفاوض وجانب عسكري يستمر بعملياته؟ برأيك؟ أعتقد أن الظروف الدولية تغيرت بشكل كبير، لن تستطيع أن تفرض ما فرضته بالأمس. أعتقد أن كيري كان ينص بشكل كبير وينصب بشكل كبير القوى الانقلابية، وكان أيضا يتجاوز صلاحيات الأمم المتحدة وصلاحيات الشيخ بفرض أيضا مبادرته. أعتقد أنه هذا كان المعرقل الرئيس للعمليات العسكرية والحسم العسكري. أعتقد خروج كيري من المشهد والتطورات أيضا الدولية دفعت باتجاه الحسم، وهي تسير بتحقيق نصر كبير إلى الأمام. أعتقد أن الشرعية لن تعود إلى الوراء، وهي تستفيد من كل هذه التجارب، وهي تحقق الآن وتلمس ثمار عملها العسكري عن طريق هذا الكسب المزيد من استعادة الأرض سواء على مسار ميدي وحرض أو على المخا، وهي موانئ مهمة ومفاصل كبيرة في طريق في مشهد الصراع اليمني، وهي تحوم أيضا حول تحرير تعز حيث أن الجغرافيا واحدة الساحل الغربي وتعز، وبالتالي سينعكس هذا وبالا على العملية السياسية في اليمن، وسيفرض أيضا أجندة على يعني برأيك أنه إذا تم تحرير يعني مناطق أكثر سيكون الوضع مختلف أمام المجتمع الدولي؟ بلا شك المجتمع الدولي يتعامل مع المتغيرات على الأرض، ومن هذا المنطلق سار الخيار العسكري وهي تحقق انتصارات كبيرة. أعتقد أن المفاوضات حتى لو تمت الآن أو في المستقبل ستضع نصب عينها هذه التحولات الكبيرة والسيطرة الكاملة مع عودة الدولة ومع أيضا تطمين المجتمع الدولي من خلال أيضا المسؤولية الكاملة التي تتعامل بها الشرعية من خلال صرف الرواتب لكل اليمنيين في كل في الشمال والجنوب والوسط، وبالتالي هناك أيضا تطمينات كبيرة للمجتمع الدولي من خلال أيضا هذا الحدث الكبير ومن خلال أيضا التطورات العسكرية وعودة الشرعية. أعتقد أنه هذه ستضع أيضا في صلب أي مفاوضات قادمة، وأيضا إذا استمرت العملية العسكرية بهذا النفس الكبير وطهرت وحررت تعز وأيضا الحديدة، أعتقد أنه المشهد برمته سيتغير وسينعكس على المبادرات والمفاوضات القادمة. نعم، لو تحدثنا عن لجنة العقوبات وما أفرزت من يعني نتائج جديدة في مسألة يعني الأموال التي يتم نهبها، العقوبات لمعرقلي العملية السياسية، هل باتت هذه اللجنة أو لجنة العقوبات تدرك يعني مدى شبكة صالح المالية لغسيل الأموال؟ من هي الأسماء التي يتم التلاعب بها أو التي يقوم بها أقاربه لأجل التكسب بصورة أو بأخرى، خاصة كما تفضلت يعني ونحن في مرحلة حرب ومع ذلك ما زال ابتزاز ويعني نهب المال يعني مستمر من قبل صالح وعصابته؟ أعتقد أن هذا مؤشر جيد أن
وضع أيضا لجنة العقوبات النقاط على الحروف، وأيضا قلنا هي بديهية لدى الشعب اليمني بأن من وراء هذه الأزمة الاقتصادية ومن يتكسب من خلال الحرب ومن خلال الفوضى العارمة والتغول في مؤسسة الدولة هو صالح، كما كان أيضا خلال 30 سنة من عملية النهب الممنهجة لثروات البلد. أعتقد أنه هناك تقارير واضحة تؤكد بأن ثروة صالح تزيد عن 60 مليار خلال 30 عاما نهبها بشكل منظم، والآن لا زال على نفس النسق وعلى نفس النهج من النهب والاستمرار رغم الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمن. أن تؤكد لجنة العقوبات على هذا المسار تطور كبير، أعتقد أنه استجابة لهذه التحولات الكبيرة في الميدان. بدأت أيضا تضع النقاط على الحروب لأن هناك شرعية أنبثقت من خلال هذا من خلال عودتها، وهذه النجاحات الكبيرة على الميدان بدأ يتداعى لها المجتمع الدولي من خلال أيضا الاعتراف بقضايا هي مسلمات لدى الشعب اليمني. نعم، طيب بعد هذا التقرير الصادر واتهام صالح ونجله بزعزعة أمن اليمن، هل نتوقع عقوبات بتجميد الأرصدة مثلا؟ أعتقد كل الأمور واضحة، أعتقد أنه هذا أيضا منوط أيضا بسياسة دول التحالف وأيضا الشرعية من خلال استعادة الأرض ومن خلال أيضا دحرجة الخيار العسكري لاستعادة الجغرافية اليمنية. أعتقد أنه هذا أيضا سيفرض قلنا أجندة كبيرة على كل المسارات سواء مسار العقوبات أو مسار التسوية السياسية، وهي تسير أيضا بشكل مكثف في اتجاه أيضا الخيار العسكري. العسكري هو الآن يترجم هذه التحولات الكبيرة على المشهد الدولي وعلى مجلس الأمن وعلى لجنة العقوبات وأيضا على نفسية والضائقة التي يعيشها الانقلاب، واعتقدنا ستنعكس أيضا وستدفع باتجاه أيضا الاعتراف بالمرجعية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل مسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر أيضا للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، الأستاذ خالد اليمني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، وأيضا الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن في واشنطن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.